النهارده ان شاء الله هتكلم على تاني ثيري في اللي بتعمل اكسبلانيشن للكوفيلنت بوند. الاولى اللي خدناها كان اسمها اوكتترول، كان قالها اتنين من العلماء، واحد اسمه لويس والتاني اسمه كوسل. قالوا فيها ان كان بيحصل تاتشنج بالاوتر ليفل وكان بيتكون الكوفيلنت بوند نتيجه التاتشنج دي، وكان السبب ان هم يوصلوا للاوكتت ستراكشر. ده الثيري الاولانيه. الثانيه بتاعت فيسبر دي كانت مجرد بس بتعدل غلطه في الاوكتترول، بس ان هي وضحت الستيريو ستراكشر والانجل بتوين بونز. قال لي جميل، النهارده هتكلم على الثيري الثاني. يبقى اللي هي اللي في النص بتاعت فيسبر دي مش معدوده، هم عندنا ثلاثه بس، اختارهم واهمهم اللي هتكلم فيها النهارده. فركز كويس قوي لان اللي هقوله النهارده هيسهل عليك الثيري الثالثه، فهتلاقي الموضوع ماشي سلس. احنا مستر ليه بيقولوا ثيريز مكان واحد وكفايه؟ يا اولاد العلم بيتطور ساعتها. اول ثيري اتقالت ما كانوش لسه قالوا اللي هي فكره الكوانتم، ما كانوش لسه قالوا المودرن ثيري بتاعت شرودنجر، فما كانوش لسه يعرفوا معلومات كتير عن الالكترون، كان لسه معتقدين ان الالكترون عباره عن بارتيكل نيجاتيف تشارج بس. فلما اتطوروا وبقى في بقى الكوانتم نمبرز والثيري الجديده بتاعت الميكانيكال ثيري، قالوا لا ده الالكترون ليه كمان ويف بروبرتيز. الالكترون يا اولاد بيتحرك في السبيس، عنده حاجه اسمها الكترون كلاود وعنده حاجه اسمها اوربيتال. فلما اكتشفوا الاكتشاف ده قالوا احنا عايزين نقول ديفينيشن تاني، عايزين نقول وصفه تانيه للكوفيلنت بوند. الثيري اللي هنتكلم عليها النهارده اسمها فالنس بوند ثيري، ونقدر نختصرها VBT. فالنس بوند ثيري دي الثيري رقم 2 اللي هتقول لك الكوفيلنت بوند بتتكون ازاي، وتبدا تعمل اكسبلانيشن للموليكيول على اساس اللي هي هتقوله. كلامها صح ولا غلط لسه هنشوف. الفكره كلها انك تفهم كلامها عشان لما نيجي ننتقده يبقى انت عارف هي كانت بتقول ايه بالظبط. سخفت الموضوع في الحته دي، انك تبقى فاهم الحته اللي انت هتنتقدها ازاي. صلوا على النبي. الثيري دي بتقول عشان تتكون كوفيلنت بوند فانا موافقه انه يحصل تاتشنج بتوين تو اتومز، بس بشرط ان كل اتوم فيها يكون عندها سنجل الكترون ان ايتش اوربيتال. يعني عندها في اي اوربيتال عندها 1 الكترون اونلي سنجل. الاوربيتال ده اولاد هو اللي هيعمل التاتشنج مع الاتوم الثانيه، اللي شرط يكون عندها هي كمان سنجل الكترون ان اوربيتال. مش فاهمك، اطلع لي هنا حازم. علشان يحصل كوفيلنت بوند بيني وبينه لازم يكون، اعمل زي كده، لا استنى بس عشان مش قبل ما نرتبط، يعني لسه احنا قبل ما نرتبط لازم يكون عندي سنجل الكترون وهو كمان عنده سنجل الكترون. يبقى الشرط عشان يحصل كوفيلنت بوند ان يكون عندي اوربيتال موجود في سنجل الكترون وهو كمان عنده اوربيتال في سنجل الكترون. فتبدا الاتوم الاولى تقول الاتوم الثانيه ما تقرب مني حبه كمان حبه، ويحصل تاتشنج، ويبقى كان بقى في اوربيتال جديد، بقى في كام الكترون يا اولاد؟ اثنين، واحد وشه لفوق والثاني وشه لتحت، اهو واخدين. لا ايوه انت صح، واخدين بالكم الموضوع كده. كوفيلنت بوند اتكونت اكوردنج تو VBT ثيري او الفالنس بوند ثيري، اللي هي قالت ان الكوفيلنت بوند شرط تكوينها ان يحصل حاجه اسمها اوفرلاب. حاجه اسمها ايه؟ ايه الاوفرلاب؟ اعمل تاني اللي هو ده، تداخل. تداخل بين مين ومين؟ قال لي اوربيتال في سنجل الكترون مع اوربيتال في سنجل الكترون، وبالتالي ده الشرط الاول للتداخل. الشرط الاول للتداخل ان هو يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ هو الاوفرلاب، ده هو التداخل، ان يكون كل اتوم عندها سنجل الكترون ان اتش اوربيتال. خلاص يبقى كل واحده عندها اوربيتال فيه الكترون واحد، هتقرب تعمل تاتشنج بالاوتر ليفل، الاوربيتال ده يوفرلاب الاوربيتال الثاني. خلاص يا باشا دي الكوفيلنت بوند في وجهه نظرهم. الثيري دي من اجمل الثيريز اللي انا بحترمها، اشكرك. بحترمها ليه بقى؟ علشان هي هتقول الاوفرلابد كونسبت وهنفشله، هيبقى في غلطه، هنوقفه عند بعض الموليكيول مش هتعرف تفسره. دي اللي عايزك تبقى زيها بقى، العلماء بتوعها ما سكتوش لما فشلوا وجبنا لهم موليكيول ما عرفوش يفسروه كامل، راحوا عاملين تطوير وعملوا كونسبت تاني. ما استناش بقى ثيري جديده تيجي تعدل عليه، قال لك لا كل نفسك قبل ما السوق ياكلك، انا غلطت وصلحت غلطتي. خلاص يبقى الثيري دي يا اولاد الفكره كلها ان الشرط ان كل اتوم هتدخل في الكوفيلنت بوند يكون عندها سنجل الكترون في الاوربيتال والثانيه زيها ويحصل اوفرلاب. ممكن اكون انا في الاس اوربيتال هو البي اوربيتال، مش فارقه، بي ودي مش، ما عنديش مشكله، المهم يبقى في سنجل وسنجل عشان لما يحصل اوفرلاب. ما انت عارف الاوربيتال الواحد ما بيستوعبش اكتر من 2 الكترون، صح؟ وبالتالي احنا عملنا حادثه بالاوربيتال بتاعتي وبتاعته، فاصبح كده احنا الاثنين كل الكترون من عندي والكترون من عنده بقوا موجودين في خانه واحده، بقيه الاوربيتال بتاعته ماليش دعوه بيها. انا كل الشركه حصلت في الحته اللي فيها سنجل اوربيتال بس او سنجل الكترون بس، بقيه الاوربيتال زي ما هي ما حصلش ليها اي تغيير. طيب فالاوربيتال بقى
القصة بتاعت الأوفر لاب دي ده الكونسبت الأولاني اللي هكلمك عليه بس النهاردة. الثري دي يا أولاد هتعمل كمان كونسبت لما نفشل لها ده، مش في كل الموليكيول، في بعض الموليكيولز هيعملوا حاجة اسمها هايبردايزد أوربيتال كونسبت، دي اللي هنتكلم عليها الحصة الجاية لأنها خطيرة جدا ومهمة جدا للثري اللي بعديها كمان. طيب بسم الله نبدأ. خلاص أنا فهمت الثري دي بتتكلم على إيه؟ الثري دي اللي اسمها في بي تي بتتكلم على ازاي بتتكون الكوفيلنت بوند. قالت بكل بساطه ان الكوفيلنت بوند بتتكون لما يحصل حاجه اسمها اوفرلابنج، حاجه اسمها، وكلمه اوفرلابنج يعني تداخل. شرطه ايه؟ قال لي شرطه ان كل اتوم يكون عندها سنجل الكترون في اوربيتال فيه الكترون واحد والتانية نفس الكلام، يحصل اوفرلاب خلاص كده خلصت الثري. مفيش كوفيلنت بوند هتتكون باتوم ما عندهاش سنجل الكترون، شكرا خلص الكلام. خلاص طيب ادينا مستر اكزامبل عشان نفهم اكتر. بسم الله، لو قلت لك عندي 2 هيدروجين اتوم، ومعلش هنا انت لازم تشتغل لي بالالكترون كونفيجريشن بالبيلدنج اب برينسيبل وهوند كمان، انا اسف مستر ما نعملها بقى باتنين لا ما ينفعش. ليه؟ قال لي عشان تبقى عيني على الاوربيتال لازم اشوف الاوربيتال. الاوربيتال ده موجود جوه السب ليفل، فال1 اس هنا عندي اوربيتال موجود فيه الكترون واحد بتاع الهيدروجين. طب انا هيبقى عندي 2 هيدروجين هيعملوا مع بعض اوفرلاب. قال لي بص كده، الهيدروجين الاولى تقرب من الهيدروجين الثانيه ويحصل بينهم حاجه اسمها اوفرلاب. مستر شو باي لويس دوت ثيري، عايز اعمل بلويس ازاي بيتكون الهيدروجين مولكيول اكوردنج تو في بي تي. يعني ايه؟ قال لي يعني حضرتك هتعمل لي كده، تقول لي ادي الهيدروجين الاولى مع الهيدروجين التانية عايزينهم يكونوا ال H2 بالأوفرلاب. قال لي قلت له ادي الاولانية عندها ال 1S بلس التانية عندها 1S، اللي هيطلع هيبقوا الاتنين داخلين في بعض بالشكل ده يا ولاد، يعني هنا هيبقى فيه 2 الكترونز، واحد من ال 1S وواحد من ال 1S. فالسؤال يجي في الامتحان يقول لي الاوفرلاب دي بتوين تو هيدروجين اتومز تو فورم هيدروجين مولكيول بتوين مين ومين؟ اقول له 1s اوربيتال اند 1s اوربيتال، 1s مع 1s حصل بينهم اوفرلاب. فمعظم الاسئله هتبقى بالشكل ده. طب انا ممكن ارسمها مستر كرسم؟ قال لي ممكن ارسمها بالشكل ده، ارسمها بطريقتي اهو، ادي الاولانيه وادي الثانيه يطلعوا بالشكل ده. هو الصح ان احنا نعمل كده. شفت الجزء اللي في النص ده؟ خلاص كده بقى كانهم هما الاثنين بقى واحد، كانهم هما الاثنين دخلوا في بعض، وده الشكل الجديد بتاع الهيدروجين مولكيول. السهم ده يعني الكترون، فوق يعني اول الكترون موجود، تحت يعني ثاني الكترون موجود. ما هو الحته المشتركه اللي في النص دي اللي حصل فيها الاوفرلاب دي بقى كانها اوربيتال جديد، صح؟ مش الاوربيتال ده هيدخل في الاوربيتال ده، فاكيد هما الاثنين لما يلفوا واحد هيبقى كلوك وايز والثاني انتي كلوك وايز. قصه كده بس علميه الامر اللي احنا واخدينه قبل كده. تعالوا ما نكون المولكيول اللي اسمه اتش اف. اول حاجه اعملها اعمل الكترون كونفيجريشن واوري لك هوند بيترسم ازاي. اهو الاف الاوتر ليفل بتاعه في 7 الكترونز، البي عنده 5. خلاص طب يلا، الهيدروجين عنده 1 الكترون، ده جاهز للاوفرلاب، ودايما الهيدروجين جاهز لانه ما عندوش غير الكترون واحد بس. تعال نشوف الاف هيأوفرلاب ولا هيقول لك ما عنديش اماكن. رحنا بصينا على الاف، لقيت ان داخل الكترون ايدي حطيته، ده اخر اوربيتال اهو، يبقى استنى عشان اسميهم لك. ده كده اسمه اكس، ده اسمه واي، ده اسمه زد. ابقى اكثر دقه، ده اسمه 2 بي اكس، ده 2 بي واي، ده 2 بي زد. مين الاوربيتال اللي هيأوفرلاب مع الهيدروجين؟ 2 بي زد. حلو قوي الكلام، انا كده بقيت فاهم اللي هيحصل. اللي هيحصل ان الاف هتقول الاتش ما تقرب مني حبه، فيقرب تاتشنج اوفرلابنج، حصلت البوند. يبقى اكوردنج تو في بي تي ثيري البوند هنا هتتكون بين مين ومين؟ قال لي هتتكون ما بين ال 1s وتتكون ما بين ال 2 بي زد. ده عنده الكترون وده عنده الكترون، يبقى الاوربيتال ده ينفع يحصل فيه اوفرلاب وده ينفع يحصل فيه اوفرلاب، فتتكون البوند. مستر عايز ارسمها، ارسمها لك. هنرسم الهيدروجين بشكل كوره لان الاس هو شكله سفيريكال سفير، وهنرسم البي اللي هو البي زد اللي عندي هرسمه بالشكل اللي هو تو بيرز ميتد هيد تو هيد اهم. هيحصل الاوفرلاب طبعا، ما تبقاش تافه بقى وتقول لي من الناحيه دي ولا من الناحيه الثانيه، بقول لك مش فارقه. اللي هيطلع في الاخر هو الشكل ده. برضو لعلميه الامر حضرتك، كان الموضوع في الحته دي بقى كلهم كانهم شكل واحد، بس الثري ما وضحتش ده بشكل واضح. كل اللي انا عايز اعرفه ازاي اتكونت البوند. قال لي والله الفكره كلها في حاجه اسمها اوفرلاب. حاجه اسمها ايه؟ عايزين نعمل اوفرلاب عند ال HCl. HCl يلا H اتوميك نمبر بتاعها 1، Cl الاتوميك نمبر بتاعها 17 to form HCl. عشان توضح الاوفرلاب هتعمل الكترون كونفيجريشن وتوريني الاوتر ليفل. انا هعمل لك ال 1s فيه الكترون واحد اهو،
هسيب لحضرتك ترسمني انه سب ليفل هيشتغل بانه اوربيتال، وفي الاخر تقول لي الاوفرلاب ده حدث بين 1 اس اللي عنده الكترون مع مين عشان يكون لي البوند اللي ما بين الاتش والسي ال. الناس خلصت؟ طيب هتبقى نفس الشكل ده يا اولاد، هتبقى نفس الشكل ده بالظبط. اللي حصل ان الاتش اللي شكلها كوره هتعمل اوفرلاب وترسم الشكل ده باي طريقه تعجبك، واللي هيطلع منهم هيبقى الكوره دخلت هنا وعملت اوفرلاب بس كده خلاص. هتقول لي ده اسمه ايه؟ هقول له اسمه 1 اس. اوفرلابد مع مين؟ قال لي مع التو بي زد، وكون لي المولكيول اللي اسمه اتش اف عن طريق الاوفرلابنج بتوين 1 اس اوربيتال فروم اتش وذ 2 بي زد اوربيتال فروم سي ال 3 بي. ماشي صعب الكلام، والمولكيول اللي يطلع هيبقى اتش سي ال عشان احنا كنا شغالين هناك في الاتش سي ال. حد متلخبط يا اولاد؟ حد تايه؟ طيب نحمد ربنا، كملوا بس معايا. لو سالت السؤال هنا وقلت عشان اكون الاتش سي ال مولكيول فهيحصل اوفرلاب ما بين ال1 اس من الهيدروجين مع مين من السي ال؟ ايوه 3 بي زد. بس خلاص. ليه يا مستر ما نفعش مع 3 بي واي ولا 3 بي اكس؟ قال لي عشان هما كومبليتلي فيلد، واحنا شرط الاوفرلاب ان يكون عنده الكترون واحد في الاوربيتال. صعب الكلام؟ صعب. طيب الثري كانت ماشيه كويس والامور تمام الى ان طلبنا منهم اكسبلانيشن للسي اتش 4 اللي هو اسمه الميثان. ده مولكيول موجود، ده الغاز الطبيعي يا اولاد اللي في البيت. المولكيول بيتكون من 1 كربون اتوم كونكتد باي 4 هيدروجين اتوم بسنجل بوند. معلوماتي عن المولكيول ان كل البوند بينها وبين بعضها سيميلر انجل 109.5، حافظها من الليسون اللي فات، والعلماء كانوا حافظينها زي بالظبط، وقالوا بقى للثري الجديده يلا يا بيضه اعمل لنا اكسبلانيشن للمولكيول ده، محتاجين 1 كربون اتوم يكون عندها 4 سنجل الكترونز عشان يحصل بينهم اوفرلابنج مع الفور هيدروجين. الهيدروجين قال لك انا جاهز، الاربعه هيدروجين واقفين كده قال لك بس قول لي قرب مني حبه وانا هلزق على طول. كربون انت جاهز؟ هرش في قفاه كده وقال والله انا عندي 2 اوربيتال فيهم الكترون واحد بس، ينفع اكون لكم سي اتش 2؟ قالوا لا احنا عايزين سي اتش 4. اصل انت لو كونت سي اتش 2 لا هتجيب لنا الشكل، احنا عايزينه الشكل اللي هو التترا هيدرون، ومحتاجين انجل 109، انت كده هتعمل لينير وانجل 180، احنا عايزين سي اتش 4 ساعتك. طب اقول لكم على فكره، قال ايه؟ انتوا معاكم كام هيدروجين؟ قلنا له 4. قال 2 يركبوا هنا يعملوا اوفرلابنج مع ال2 بي اكس وال2 بي واي، وهاتوا الاثنين هيدروجين التانيين يتحطوا هنا. قال لا، الثري قالت لا احنا شروطنا ما قالتش كده، شروطنا قالت ما ينفعش يبقى فيه امبتي اوربيتال ويدخل فيه الكترون من الاتوم الثانيه، فين المشاركه؟ كده الهيدروجين اشترت الحته دي. ما ينفعش صح. طب حلوها لنا يا جدعان. الثري قعدت تفكر هنفشل على كده ونخلص الحصه؟ قال لك لا لسه. يبقى الثري وصلت ان اعمل لكم سي اتش 2، قلنا لهم ان احنا عايزين سي اتش 4. الناس اقترحت القعده، قالوا لي طب مستر ما هنا في مكانين وده فاضي بيشيل 2 دخل في 2 مش مشارك. القاعده اللي احنا قلناها من شويه ما اتطبقتش. قعدوا يفكروا يروح يمين وشمال، قالوا طب في حاجه ممكن تكون حصلت، يعني هم كده وصلوا في التفكير ان احنا مش عارفين، فقالوا ممكن يكون في حاجه حصلت. ايه الحاجه اللي حصلت؟ صلوا على النبي، مش احنا خدنا حاجه اسمها اكسايتيشن؟ قالوا طب ما قد يكون اثناء تكوين المولكيول ده ان الكربون اخد انرجي وحصل له اكسايتيشن، وكلمه اكسايتيشن يعني الكترون اتنقل من تحت طلع فوق، يعني الكربون بعد ما كان كده ممكن يحصل له اكسايتيشن ويتنقل الكترون من ال 2 اس، بدل ما يبقى فيها 2 يبقى فيها 1، وبقى عندي 3 خانات يا اولاد، كل خانه بقى فيها الكترون، كده اجمالي الهاف كومبليتلي فيلد اوربيتالز بقت كام؟ قال لي بقت 4، الهيدروجين قال له الزق، خلاص جاهزين؟ والثري افتكرت ان هي خلصت وقالت يا جدعان ادي السي والاربع اتشات دلوقتي هم، اللهم لك الحمد احنا عملنا اكسبلانيشن للميثان. والثري اتبسطت وقالوا خلاص احنا عملناها يا اولاد، والله عملوها الرجاله. قلنا له لا استنوا يا رجاله، ارجع لي تاني راجع كده. ايه حد خد باله من حاجه؟ خدناش بالنا يا عم، ما تبقوش ناس بقى يعني اعداء النجاح. قلنا له لا انت عندك 4 هيدروجين صح؟ واحده تدخل هنا والثانيه تدخل هنا والثالثه تدخل هنا والرابعه بقى دي بنت البطه السوداء. مش انتوا لسه قايلين ان الانجلز كلها ايكوال 109.5، ما فيش فيهم انجل اقل؟ طب انت حضرتك عندك 2 مختلفين في الانرجي هم، وبالتالي الانجل بتوين بونز نوت ايكوال. قال لي تصدق تصدق. الثري كده يا اولاد غلب حمارها وما عادتش عارفه تعمل ايه، بعد ما قالت خلاص عملناها وقفت وقالت مش عارفين، لان الانجل فعلا اللي موجوده لو عملت الاوفرلاب مش هتديني الشكل ده اللي هو فيه الفور هيدروجين اتومز
connected with carbon with equal energy. كلهم قد بعض. كلهم قد بعض في الانجل اللي بينهم من بعض. فما ينفعش يكون واحد تحت ويدي نفس الانجل. مش هيحصل. وهنا اولاد وقفت الثري. وده كان الفيليور بتاعها. ان هي معرفتش تعمل اكسبلانيشن للميثان جاز. اخرها اكسايتد اتوم. اكسايتد كاربون اتوم كانت موجودة وحاولت تعمل كونكتد للفور هيدروجين. الا ان الانجل ما كانتش ايكوال. وده مش واقع ومش موجود عند الموليكول اللي هو السي اتش 4. الثري دي ان شاء الله الحصة الجاية هتطور من نفسها وتبدأ تعمل تعديل وتقول ان في حاجة كمان هتحصل هنا اسمها هايبرديزيشن. اللي احنا هنتكلم على تفاصيلها الحصة الجاية علشان الحصة دي مش هتكفيها وما ينفعش ناخد حتة منها وحتة لا. في عندي سؤال مهم بيسألني على الكربون اتوم which have four orbitals half completely filled. مين الكربون اتوم اللي عندها four orbitals half completely filled excited atom؟ يبقى خلي بالك عشان ده سؤال مهم. مين الكربون اتوم اللي عندها four orbital half completely filled؟ قال لي الاكسايتد كربون اتوم. وعايز اقول لك ان الحصه الجايه هيكملوا على ده. دي الثري بقى اللي هتعدل لنفسها الكونسبت الغلط اللي هي عملته. هو بيحصل اوفرلاب بكل حاجه بس في حته في النص ناقصه. الحته الناقصه دي ان شاء الله هنكملها الحصه الجايه على خير. كده خلصنا شرح الحمد لله.